في الحياة الفترة القادمة يا بسنت، يمكن زي ما احنا قلنا فكرة التفكير بره الصندوق هو ده اللي الدولة بتعكف عليه، وهو ده اللي احنا محتاجينه. مش فكرة بقى اللي انا اقعد استنى دوري في الطابور وهل هتوظف في الحكومة ولا لأ، لأن لو بصينا على الدول المتقدمة كلها مفيش حد بيدور على شغل حكومة، كله بيشتغل من خلال الاعتماد على الذات، الاعتماد على النفس، و الاتجاه لفكرة التمويل اللي موجود من الدولة. هو دي متطلبات العصر بشكل عام اللي أصبحت دلوقتي مختزلة في الرقمنة والتكنولوجيا. علشان كده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت مبادرة اسمها شباب مصر الرقمية، اللي يمكن تابعناها أثناء الافتتاحات الخاصة ببوابة مصر الرقمية. أي شاب عاوز يكسب أو يكتسب مهارات سوق العمل الحديثة والمطلوبة بيروح على هناك ويقدم على الدورات التدريبية اللي بينفذها المعهد القومي للاتصالات. تفاصيل أكتر نعرفها من خلال الأستاذة إيمان صبحي عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. يعني أستاذة إيمان، إيه هي شباب مصر الرقمية؟ كويس. شباب مصر الرقمية الحقيقة هي مبادرة من ضمن مجموعة مبادرات الحقيقة مقدماها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات. هي عبارة عن منحة مجانية 100% للشباب. الهدف منها تدريب ما يزيد عن 8000 متدرب على أهم التكنولوجيات العالمية. المنحة بتبقى عبارة عن مجموعة من الوحدات التدريبية، كل واحدة بمدتها شهر، بيتم الكلام ده بالتعاون مع الشركات الدولية، بحيث إن المتدرب في نهاية التدريب يقدر يحصل على شهادة من المعهد بالإضافة لشهادة من الشركة العالمية، شهادة أكاديمية. مش بس كده، لكن كمان بياخد خصم 60% على الامتحان الدولي، بحيث إنه يقدر يحصل على شهادة دولية في التخصص اللي هو دخل فيه. وكمان احنا بنقدر ندي مش بس جزء تقني، لكن كمان في وحدات تدريبية خاصة بالمهارات الشخصية ومهارات العمل الحر وإدارة المشروعات، بحيث ان هو يقدر يخش في مجالات مختلفة. يعني حضرتك عارف دلوقتي هو السوق بقى مفتوح، بقى في منصات العمل الحر يقدر يحصل عليها على وظائف، والحقيقة المجال مشتغل في اي وقت كمان، في اي وقت، وهو قاعد في بيته، في قريته، في محافظته، في لو هي سيدة في بيتها مع اولادها، فبيبقى وقتها معاها خالص، وبتحصل على مبالغ الحقيقة كويسة جدا بصورة، يعني اصبح دلوقتي تهافت على هذا المجال في الوقت الحالي. طيب يعني استاذه ايمان، يعني حابه حضرتك تكلمينا اكتر كده عشان الناس بتتفرج علينا وحابين ان هم يقدموا، ايه المهارات اللي بيكتسبوها من هذه البرامج، وازاي بيتم بناء قدرات بقى الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثه التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات بالتحديد؟ طيب احنا بالنسبه للمجالات، هي مجالات اللي هي زي ما تقول كده اللي هي السوق حاليا بيحتاجها، اللي هي مهارات التحول الرقمي، زي مهارات مثلا الخاصه ب مثلا الالياف الضوئيه بالنسبة للشبكات الحديثة، بالنسبة للتكنولوجيا الجيل الخامس، بالنسبة لإنترنت الأشياء، علوم البيانات الكبيرة، يعني كل ما هم بيتعلموا كل ده في البرامج، في البرنامج. كل ده هو البرنامج عبارة عن مجموعة من الوحدات التدريبية، كل وحدة مدتها شهر، يقدر ياخد لغاية 10 وحدات على حسب المجال اللي هو عايز يتخصص فيه. وفي نفس الوقت لازم يعقب ده ان هو ياخد جزء ينمي بيه مهاراته الشخصيه، بالاضافه ياخد جزء اداره مشروعات مع مهارات العمل الحر، لان هو ده زي ما نقول كده الاسلحه اللي يقدر من خلالها ينزل السوق ويقدر يلاقي فرصه عمل، سواء من خلال الانترنت او من خلال الشركات، سواء جوه مصر او بره مصر. نعم. استاذه ايمان، كم طالب تقريبا او كم راغب، كم شخص راغب من المواطنين التحق بمبادرة شباب مصر الرقمية، وكم متخرج؟ هو الحقيقة احنا حاليا بنستهدف المبادرة دي لوحدها ما يزيد عن 8000 متدرب سنويا، انما طبعا الراغبين الحقيقة عدد اكبر، انما احنا يعني برضو كم شخص مؤهل او بتتوفر في المواصفات؟ ما هم احنا بناخد في حدود 8000 في السنه، انما قد ايه بيتقدموا؟ لا بيتقدم كتير الحقيقه، بننقي منهم اللي بيبقى مؤهل، وفي نفس الوقت بندي اولوياته، وكل واحد يبقى عنده فرصه يقدم مره ثانيه وثالثه. طب استاذه ايمان، يعني المزايا ايه اللي بياخدوها المتدربين من هذه البرامج؟ بيحصلوا على مزايا زي ايه؟ طيب هم اولا بياخدوا بعض المزايا اللي هي العينيه في اثناء فتره التدريب،
بلس ان هم بياخدوا شهاده من المعهد وشهاده اكاديميه من الشركات العالميه، وبياخدوا كمان 60% خصم على الشهادات الدوليه. احنا بس بنعمل كمان على فكره تدريب صباحي، احنا بنعمل كمان تدريب مسائي، لان احنا كان جالنا بعض الشباب، لان التدريب الصباحي بيحتاج تفرغ الحقيقه، بيبقى موجود خمس ايام في الاسبوع، ست ساعات في اليوم. انما احنا كمان لقينا ان في بعض الشباب بيبقى مثلا التحق بوظيفه مش هي اللي بيحلم بيها وعايز يغير، لكن ما يقدرش يسيب وظيفته ويبقى متفرغ لينا، فعملنا برنامج مسائي منها نفس الوحدات دي، لكن بتبقى 3 ايام في الاسبوع مسائيه 4 ساعات في اليوم، وبالتالي يقدر ان هو حتى اللي بيشتغل وعايز ان هو يخش في مجالات التكنولوجيا يقدر ان هو كمان يلتحق معانا في شباب مصر الرقميه المسائيه. هايل هايل. نعم يعني استاذه ايمان في الحقيقه بنتمنى لك كل التوفيق، وبرنامج اكيد مفيد لان التكنولوجيا هي لغه العصر. الاستاذه ايمان صبحي عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر.